أخيرا يا جماعة، يعني أنا مش عارف الصراحة، أنا كنت هنزل الفيديو ده بعد كام سنة يعني بجد والله. ناس كتير دخلت تكلمني، يا محمد الفيديو جديد إمتى؟ الجيف أواي يا بيه، عايزين نعرف السماعة أنت جبتها دي نوعها إيه، عايزين نعرف المواصفات بتاعتها. بالراحة يا جماعة، بالهداوة يعني. الاستوديو اللي أنا بعمله ده يعني ما أكيد أخذ مني وقت ومجهود، يعني مش شايفين الإضاءة عاملة إزاي؟ مش شايفين الصوت مظبوط إزاي؟ ولا مش واخدين بالكم؟ وقتكم مش واخدين بالكم؟ والله بص مش واخدين بالكم، اقفل الفيديو بقى وامشي يلا مع السبس خلاص. انتوا ما تعرفوش انا اتهنت قد ايه عشان خاطر اعمل الفيديو ده بجد والله، يعني عشان خاطر الخلفيه اللي ورايا دي تبقى محترمه بدل ميكي ماوس الغريب اللي كان موجود ده. انا مش عارف ايه ميكي ماوس اللي كان موجود ده بجد والله، ازاي اوضه جيمر وستريمر يبقى فيها ميكي ماوس؟ يعني بدل ما يبقى فيها اتاك اون تايتن مثلا، جاد اوف وار مثلا، اي حاجه، يجي يقول لك لا بطوط وميكي ماوس. يعني اعمل ايه؟ اعمل بذنبي يا جماعه، خلاص ننسى بقى بطوط، ننسى كل الكلام ده، وركزوا بقى في الاستوديو الجديد، المهم ان انت هتشوفوا مراجعه لسماعه مشوقه جدا ومحيره في نفس الوقت، وهتفهموا ليه محيره في الاخر، وهي يلا بينا نقول اسمها تكنوزون K63. تكنوزون K63 سماعه جامده جدا، بس هل هي متكامله؟ تنساش تعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفني، وتفعل زر الجرس. بص انا اول مره بطلب منكم تفعل زر الجرس، بس في ناس بتقول لي فيديوهات ما بتوصلناش الاشعارات، فيعني لاول مره بطلب منكم فعلوا زر الجرس. الرجاله اللي بتفعل زر الجرس كده محترم، فعل زر الجرس. ويلا بينا نخش على الانترو وبعد كده نبدا مراجعه السماعه. بالمناسبه يا جماعه، احنا هنتكلم في الاخر عن الجيف اواي اللي وعدتكم بيها من فتره، وهقول لكم شروطها كلها، فلو تهمك الجيف اواي استنى لاخر الفيديو. المهم يلا بينا نكمل. كده تعالوا نوصف السماعه بكلمتين، وهي انها رايقه قوي قوي قوي. من دون مش كلمتين بس، قوي ممكن نعتبرها واحده بس. هتسالني تقول لي يعني ايه رايقه قوي دي؟ باختصار كده، الشركه وهي بتعمل السماعه كانت عاملاها لواحد حرفيا رايق وكسول لابعد الحدود، يعني واحد عايز يريح دماغه وهو بيستخدم السماعه. هتسالني تقول لي ليه، يعني ايه المميز فيها وايه اللي بيخليك تقول كده عنها؟ هتفهموا اثناء المراجعه معنا كلامي. كده نبقى خلصنا المقدمه بتاعتنا، شفت السماعه، تعالوا بقى نشوف الانبوكسنج بتاع السماعه ومحتويات العلبه. بصوا يا جماعه، لان الفيديو كبير وفي كلام كتير عن السماعه، فانا قررت ان انا اقسم لكم الفيديو تحت، لو في حته معينه مش فارقه معاك فانت ممكن تجريها. المهم يعني يلا بينا نكمل. تعالوا بقى نتكلم عن شكل ومحتويات علبه السماعه واللي هتبهرك زي ما قلت لك. هتلاقي ان الجهتين صوره للسماعه، وهتلاقي طبعا على الشمال اللوجو الرسمي بتاع تكنوزون واسم السماعه K63، وهتلاقي مكتوب هنا ان السماعه فيها 7 ألوان بالار جي بي بتاعها، وهتلاقي تحتها المواصفات بتاعت السماعه. تعالوا بقى نتكلم عن محتويات علبه السماعه. اما بقى لو هتسالني ايه هي محتويات العلبه، ايه اللي ممكن يبقى جوه العلبه يعني في رايك؟ السماعات العاديه يبقى موجود اكتر من سلك، يبقى موجود تحويلات، يبقى موجود الدليل بتاع السماعه، سواء كان مثلا المانوالز بتاعتها، سواء كانت ورقه او حاجه. السماعه دي لما فتحتها اتصدمت باللي جواها، كتر الحاجات اللي جواها تعبت قوي، ما عرفتش اختار ده ولا ده، ولا اخد السلك ده ولا احط ده، تعبت قوي يا جماعه والله، تعبت قوي. تعالوا نشوف لما فتحت السماعه لقيت ايه بالظبط. ولما فتحت السماعه ما لقيتش اي حاجه حرفيا غير السماعه مربوطه كده رابطه محترمه لوحدها. بيقال ان في سوفت وير للسماعه وفي اسطوانه، بس دي بتنزل في نسخه معينه، والنسخه دي اصلا مبقاش بتنزل تبع الشركه، مش عارف الصراحه ليه. يعني ان يبقى موجود سوفت وير دي حاجه حلوه قوي في السماعه. كلمت الشركه والشركه ردت عليا وقالت لي احنا ممكن نبعت لك السوفت وير، ومستنيهم يبعتوا لي السوفت وير، هتلاقوه في الديسكربشن لو بعتوه. يا رب يبعتوه، بس يا رب يبعتوه. انا مش عارف ليه كل ما اكلم شركه تسحب عليا. ايه يا جماعه، وانا قليل ولا ايه؟ انا قليل ولا ايه؟ لا 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 لا، هنقفل بقى التصوير بقى واروح اتعارك. لا لا لا، هيردوا عليا ان شاء الله، هيردوا عليا. ولو ما ردوش عليا مش هتلاقوه في الديسكربشن اللينك، يبقى نمسكوا تكنوزون ننفخوهم على طول. انا بهزر، مش ده فرق 100 جنيه عشان تنفخوهم. لا لا يا اسطى، ما السماعه حلوه يا اسطى. لا لا يا رجاله، بص يعني بجد انا كلمت الشركه، والشركه قالت لي ان السوفت وير ممكن يبعته لي، ادوني كده رقم على الواتس، مش عارف طريقه غريبه صراحه. قالوا لي ابعت للرقم ده قول له ان انت عايز السوفت وير وهيبعته لك، هتلاقوه في الديسكربشن، وهقول لكم برده في اخر الفيديو تتعاملوا ازاي مع السوفت وير. يعني المهم ان انت مش هتلاقي غير السماعه. تعالوا بقى نتكلم عن شكل السماعه. عايزين نشوف السماعه بقى؟ خلاص بقى تعبت، يلا بينا. وهو ده شكل السماعه.
ما انتم شايفين كده الار جي بي اول حاجه هتشدك، الالوان عماله تتغير. الالوان مش كنترولبل يا جماعه، ما تقدروش ان انتم تغيروها ولا تقدروا ان انتم تعطلوها ولا تقدروا اي حاجه، هي الالوان بتفضل شغاله كده وتفضل تتغير. هما 7 الوان زي ما مكتوب في العلبه بيتغيروا. تعالوا بقى نتكلم عن شكل السماعه وبتتكون من ايه. في البدايه كده السماعه بتتكون طبعا من الاجزاء دي بلاستيك زي ما انتم شايفين، بس انا حاسس بشويه معدن هنا، الحته دي معدن انما دي بلاستيك زي ما انتم شايفين. اما بقى الحته اللي فوق، في الحته اللي فوق دي معدن، رغم ان السماعه معظمها معدن يعني فيها معدن كتير، الا انها خفيفه، اخف بكتير من سماعات زي الاونيكوما مثلا كي 5 برو اللي انا كنت استخدمتها فتره كبيره، او الري دراجون زوس. طبعا الري دراجون زوس 2 معظمها معدن، كلها معدن تقريبا. فبجد السماعه دي خفيفه جدا، الا ان كمان لما لبستها حسيت ان السماعه خفيفه جدا على ودني، يعني السماعه مش تقيله او متعبه. استخدمتها ساعات كتير قوي، استخدمتها 7 ساعات مره و8 ساعات مره، فبجد السماعه مش متعبه خالص في الاستخدام. زي ما انت شايف المايك موجود هنا في حته ار جي بي، والمايك بصوا كده المايك بيطلع ويخش، تمام. طبعا هو المايك مش طويل قوي، يعني ما تفكرش انه هيجي لك لحد هنا، هوريكم دلوقتي. بصوا هو ده شكل المايك، مش طويل، بس خلي بالك المايك الصوت بيوصل حلو قوي، هنجربه برده الصوت في الاخر، تمام. بس هو ده طول المايك بتاعه، وده شكل المايك بتاعك، ده شكل السماعة وانت لابسها. ده شكلها من الجنب، بص شكلها عامل ازاي. اما بقى الاجزاء اللي هنا دي، فده جزء بلاستيك بيتحرك عشان خاطر يبقى ماسك كويس قوي على راسك. بصوا كده، بصوا، ومريح جدا، يعني الاستخدام بتاعها مريح جدا الصراحة. اما بقى الجلد بتاعها فالصراحة طري جدا وحلو جدا في الاستخدام، يعني ما حسيتش منه بوجع مع الاستخدام الطويل او الاستخدام لفترة كبيرة، فدي حاجة تحسب للسماعة الصراحة. تعالوا بقى نتكلم عن سلك السماعة. سلك السماعة انت حرفيا مش هتلاقي فيه اي حاجة، هو بس مجرد السلك، ما فيهوش كنترولرز حتى، يعني ما فيش حتى مكان للكنترولرز كده تقفل السماعه، تشغلها، توطي الصوت، تعليه، تقفل المايك، كل الحاجات دي مش موجوده، ما فيش كنترولر يتحكم فيها في السلك. طبعا السلك متين جدا، يعني بصوا يا جماعه انا عايز اوريه لكم، حتى مش هوريه لكم طبعا في فيديو انا عامله، بس ايه، انا عايزكم تشوفوا السلك عامل ازاي، بجد سلك مش طبيعي. بصوا عامل ازاي، سلك قوي جدا جدا، يعني هيستحمل معاكم بجد التاني والحركه. فبجد يعني سماعه انت تستخدمها وما تقلقش منها، ما تخافش منها خالص. بس طبعا سماعه، يعني ازاي تبقى سماعه من غير ما تقدر تتحكم في الحاجات دي؟ استنى، السماعه بقى عامله لك حاجه رايقه قوي، مش حاطها لك في السلك، دي حاطها لك في السماعه من ورا. بص كده، شايف انت الحته دي؟ دي بتعلي وتوطي الصوت، تمام. والزرار ده بقى هنتكلم عنه، لان الزرار ده زرار عظيم جدا، حاجه مش موجوده في سماعات كتير جدا، وهو زرار الفايبريشن. بيخلي السماعه حرفيا تفعل لك وضع اسمه وضع الفايبريشن. وضع الفايبريشن ده بيسمح لك ان السماعه تتهز او تعمل فايبريشنز مع الصوت اللي شغال. مثلا لو انت مشغل اغنيه او جوه فيلم او حاجه، السماعه تتهز مثلا لو في اهتزاز حصل، لو في انفجار ضخم حصل. وطبعا مع التجربه لقيت ان الموضوع ذكي قوي، يعني مع الانفجار الضخم الاهتزاز بيبقى ضخم، مع الانفجار القليل او الحاجه القليله او صوت خبطه قليله بحس ان الاهتزاز قليل. فيعني الموضوع مش مجرد فايبريشنز وخلاص، لا، الموضوع فيه ذكاء قوي في الفايبريشنز دي. فدي حاجه برضو تحسب للسماعه، مش موجوده في سماعات كتير جدا، مش موجوده اصلا في سماعه في نفس الفئه السعريه. اما بقى زرار بيقفل ويشغل السماعه او يقفل ويشغل المايك، مش موجود، مفيش زرار بيعمل كده. صراحه الزرار ده يعني كان مفيد جدا ليا في استخدام تيمز وكده، انا لسه طالب في الكليه، ف يعني الموضوع ده كان بينفعني الصراحه، ان انا يبقى فيه زرار بيقفل المايك ويشغله، ببين ان انا فاتح المايك وانا قافله من هنا اصلا، يعني يخرب بيت العظمه بجد. انا الطالب المجتهد يا جماعه، انا الطالب المجتهد اللي فاتح المايك وما بخافش من حد، وانا اصلا قافله من عندي، عظمه عظمه يعني. بس للاسف هو مش موجود هنا، هتضطر تقفله من تيمز. دي طبعا يعني ده مش عيب خالص، يعني ده دي حسواكه مني كده، معلش، يعني بحب ايه، بحب احط التاتش بتاعي زي ما بيقول. انا وعدتكم في اول الفيديو ان انا هخلي الفيديو ده مختلف شويه، يعني مش زي اي يوتيوبر كده والسلام. لو انت بصيت لمراجعات الكي 63 عند يوتيوبرز كتير، هتلاقي ان هو مجرد قال لك الامكانيات ومع السلامه. بس انا عايز احسسك بالفايبريشنز دي، يعني انا هحطها على الترابيزه وهشغل لك حاجه موسيقى، تمام، او اغنيه، وعايز اشوفك هتحس بالفايبريشنز ولا لا، تمام. يلا بينا، يلا بينا. سامعين الهزة؟ Thank you.
حابب اتكلم كده معاكم عن حاجه قبل ما نتكلم عن الحاجات اللي بتميز فعلا السماعه دي، وهي ان السماعه دي زي ما اتكلمنا قبل كده عن موضوع كلوز باك واوبن باك. هي دي اوبن باك. معنى كلمه اوبن باك يعني معنى الكلام ان الظهر بتاع السماعه اللي هو ده بيكون مفتوح او مخرم مثلا، تمام؟ المهم ان هو مش مقفول، مش مصمت، وده بيخلي السماعه ممكن تسمع الحاجه اللي بره لو انت لابسها. لو انت لابسها طبعا ومش مشغل حاجه، لان صوت السماعه دي عالي جدا، انت لو مشغل حاجه انسى انك تسمع حد، هي بتعزلك عن كل الناس حرفيا. بس الفكره ان انت لو مش مشغل حاجه تسمع الناس اللي بره عادي جدا، عكس السماعات الثانيه لو انت لابسها مش هتسمع اي حاجه، لا السماعه دي ممكن تسمع الناس. وده بيديها ميزه حلوه قوي، وهي انها مش هتوجع لك ودنك مع الاستخدام الطويل او تخليها تعرق، لانها مفتوحه على العالم الخارجي فمش هتتعبك مع الاستخدام الطويل، ودي ميزه حلوه قوي فيها. وما تقلقش من موضوع العزل، زي ما قلت لك انت مجرد انك هتشغل حاجه انسى انك تسمع اي حد حرفيا، بس برضه هتديك استخدام لفترات اطول بكتير من السماعات الكلوز باك، ودي حاجه محدش بيركز فيها من المراجعين، بس الصراحه حاجه مميزه قوي لازم اكلمك عنها. بس خلي بالك عشان انت حبيبي فانا لازم اقول لك برضو ايه عيوب الكلوز باك دي، يعني السماعه اللي بتبقى مفتوحه من ورا. طب ليه مش كل الشركات بقى بتعملها سماعه مفتوحه من ورا؟ لان زي ما قلت لك انت بتقدر ان انت تسمع اللي بره لو انت لابسها، وكمان لو انت مشغل حاجه بصوت عالي قوي اللي بره بيسمعها برضو، بتطلع من الخروم دي، فاللي بره ممكن يسمعها لو انت مشغلها بصوت عالي. طبعا بيسمعها بصوت ضعيف، بس الفكره ان هو هيسمعها برضو. فساعات مثلا في ناس بتبقى بتشتغل مثلا في مكان ما ينفعش ان يطلع منه صوت او كده، لا السماعه دي هتطلع الصوت لو انت بالذات معلم 100%، لان الصوت بتاع السماعه دي مش طبيعي لما بتعلم 100%، يعني ممكن يطرش اي حد حرفيا. هنتكلم برضو عن الموضوع ده. تعالوا بقى نتكلم عن مميزات السماعه. ايه اللي يخلي السماعه دي مميزه؟ السماعه دي ثمنها 400 جنيه مصري، فايه اللي يخليها مميزه عن سماعات تانية؟ في سماعات كتير قوي في الفئه السعريه دي، الفئه السعريه دي منتشر فيها سماعات ضخمه ببراندات كتير قوي، براندات معروفه وبراندات مش معروفه. فايه اللي يخليني اشتري السماعه دي؟ حاجتين. اول حاجه ان السماعه سراوندد 7.1، فانت تقدر ان انت بتسمع الخصم بتاعك لو انت بتلعب العاب كومبتيتيف بالذات، تقدر ان انت تسمع الشخص جاي منين بالظبط، لان هي فعلا 7.1، ودي حاجه ما بشوفهاش في سماعات كتير قوي في الفئه السعريه دي. بشوفهم كاتبين 7.1 بس السماعه بتكون 7.1. تاني ميزه هي ميزه الفايبريشن، لسه متكلمين عنها من شويه. دي ميزه مش موجوده في سماعات كتير في الفئه السعريه دي، ما كانتش مش موجوده خالص في الفئه السعريه دي، ان انت تبقى قاعد بتسمع حاجه معينه ومندمج معاها من الفايبريشنز. بس تحذير يا جماعه، محدش يلعب العاب رعب بالسماعه دي خالص لسببين. اول حاجه ان السماعه صوتها عالي جدا، تاني سبب الفايبريشنز دي حرفيا قطعت لي الخلف يعني. خلاص انا واحد يعني انا صريح معاكم جدا يعني، خلاص ما خلاص انا بوست خالص، ما بقتش نافع خلاص بسبب السماعه دي بجد والله. لابسها وبلعب اللعبه مندمج، الفايبريشن شغال والصوت عالي جدا وطفي النور حرفيا، يعني تجربه ربنا ما يوعدكم بيها. تحذير، ما تشغلش فايبريشن وانت بتلعب لعبه رعب، ما تشغلش فايبريشن وانت بتلعب لعبه رعب. انا خلاص انا حذرتك عشان خاطر ايه، ما تجيش تقول لي بعد كده انت قلت لي السماعه حلوه وبعد كده اذتني. حذرتك. اما بقى لو عندك ابن اختك الصغير عايز يلعب وتشغل له الفايبريشن وتعلي له الصوت 100%، يعني انت كده حرفيا انت كده عيل دخلت جوه بيت الرعب، ماشي؟ يعني محدش يعملها يا رجاله، محدش يعملها يا رجاله، ما تبقاش اشرار كده، نصيحه مني بجد محدش يعملها، هتتاذوا بجد، هتتاذوا او الشخص اللي هيستخدمها هيتاذى. تمام؟ انا كده اللهم بلغت، اللهم فشلت. يلا بينا نخش على القسم اللي بعده. وللناس اللي لسه ما خدتش بالها، فالسماعه دي بتيجي بيو اس بي. وطبعا اليو اس بي ده ما ينفعش انه يركب على التليفون يعني. اكيد يعني. اكيد كبير قوي يعني، انا لو فين تليفون مش موجوده. المهم يعني لو تليفون اكيد مش هيركب فيه يعني، الناس اكيد واخده بالها. فيعني هل ما بتشتغلش للتليفون؟ بص، وانا بشتريها كنت متاكد 100% انها هتشتغل على التليفون يعني، لان مقاومتها مش كبيره يا جماعه، مقاومتها مش كبيره. ففي حل يعني، انت في قناه واحد بتاع تكنولوجيا يعني، مش في قناه بياع بطاطا، فاكيد ليها حل. يا حل اصبر، هتلاقي الحل في اخر الفيديو، ممكن تجري وتشوف لو انت مستخدم الهاتف. اما بقى لو انت مستخدم الكمبيوتر فتعالوا نشوف السوفت وير بنتعامل معاه ازاي، ونشوف تجربه السماعه مع شويه العاب. في البدايه كده احنا بنبدا نسطب البرنامج تسطيب عادي جدا، نيكست عادي، اي اكسبت وانستول، وبعد كده اعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك. بعد ما تعمل ريستارت وتفتح البرنامج، هو ده شكل البرنامج بتاعك. تقدر تتحكم في الصوت من هنا، سواء الودن اليمين او الودن الشمال، عايز تغير في الصوت او كده، بس ما انصحش ان انت تعدل فيها. ومن هنا تقدر ان انت تعدل على المايك برضه لو انت عايز تعلي الصوت بتاعه شويه. ولو اتكيت على سبيكر هتلاقي اختيارات كتير جدا، كل اختيار منهم بيوديك على حاجه. يعني مثلا سامبل ريت دي لو انت اتكيت عليها بتختار الفريكوانسي او التردد بتاعك، ما انصحكش ان انت تلعب فيها. لو اتكيت على السراوند 7.1 بتقدر انت تشغل 7.1 او تلغيه عن طريق ان انت تلغي الصح دي. اما لو اتكيت على المايك، لو اتكيت على الميكروفون بوستر دي تقدر ان انت تعلي الصوت اكتر من اللازم، بس خلي بالك كل ما هتعلي الصوت كل ما هيخلي الصوت فيه ضوضاء اكتر، فما تعليش الصوت اكتر من اللي انت محتاجه. لو اتكيت على كسير سينج اف اكس دي تقدر ان انت تلعب في الصوت، تخليه مثلا مسرسع شويه، تخليه تخين شويه، تقدر ان انت تحط افكتات تخلي صوتك مثلا زي الوحش، تخلي صوتك زي البطه، تغير صوتك.
ودي اضافه حلوه قوي للسماعه. حابب اقول للناس اللي بتتفرج عليا خبر حلو قوي، وهو ان البرنامج ده بيشتغل على اي سماعه، مش لازم الكي 63. فانت ممكن تحمل البرنامج اللي هسيبه لك في الديسكربشن وتجربه على السماعه بتاعتك وتقول لنا رايك فيه في الكومنتات. ده شو عامل ايه؟ دي تجربه بس للسماعه من غير اي فلترز ومن غير اي حاجه. ساعات بحب احط اللي هو الفلتر بتاع النويز ريدكشن او كده، عشان خاطر بيبقى فيه نويز في السماعه. ده في كل السماعات مش السماعه دي بس، جربت سماعات غاليه جدا بيبقى فيها النويز برضه. ليه نويز؟ عشان خاطر الكمبيوتر له صوت بيبقى فيه زنه كده صغيره. عندي جهاز تاني برضو، جهاز الكاميرات وكده بيبقى فيه صوت، في حاجات كتير حواليه بيبقى فيها صوت فتعمل نويز. فبس حبيت اوريكم يعني ايه ان هو ده الصوت من غير اي نويز ريدكشن ومن غير اي حاجه، من غير اي اضافات على الصوت. تمام، زي ما انتم شايفين كده الصوت مش مكتوم، الصوت ما فيهوش اي حاجه، ده الصوت بتاع السماعه على 90% من صوت المايك. تعالوا بنخش على تجربه السماعه مع شويه العاب، يلا بينا. سامعين صوتي كده؟ تعالى بينا نروح للصن بتاعنا. سامعين صوتي كويس صح؟ اتمنى يعني اتمنى. يلا يا عم حصان يلا بينا. مع كل خبطة في الأرض الحصان رجل الحصان بحس بفايبريشنز خفيفه في السماعه، ودي حاجه الصراحه تحسب السماعه قوي، يعني مش مجرد يعني السماعه فيها فايبريشن. طبعا قلنا الكلام ده، بس الفايبريشن ذكي، يعني مش اي حاجه فايبريشن عالي وخلاص، مش نفس القوه، لا الصوت الواطي الفايبريشن بتاعه بيبقى خفيف، الصوت العالي بيبقى الفايبريشن بتاعه اعلى بكتير، ودي حاجه الصراحه حلوه قوي في السماعه. يلا بينا مع ثاني لعبه. طبعا رايز ستوم رايدر لعبة غنية عن التعريف. المهم بس انا سامعين صوتي، اهم حاجة انا بجرب المايك دلوقتي، بجرب السماعة بشوف الانفجارات، لان اللعبة دي مليانة انفجارات بجد. يلا بينا بس نروح هناك. اوه الانفجار حرفيا السماعة. قتلوا الناس، المشكلة ان مش عارف هل انا مش صح ولا غلط. اوه اوه بالراحة 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 بالراحة، احنا كده المفروض اللعبة ماشية كده تمام. يلا بينا. انا اللي قتلتهم. الله عليا انا برنس انا غبي اوي. I'll kill every last one of them. Easy, Sophia. انت هي اللي قتلاهم. So much bloodshed. لارا هي اللي قتلاهم. شكرا. We're losing too many people. شكرا. انا ما العبش الالعاب دي خالص. اي لعبة فيها انقاذ انا مخش انقذ. مخش اعمل انقذ محمرة من هنا. It must be blocked on the other side. وطبعا ما ينفعش ان احنا نجرب السماعة بتاعتنا على شوية العاب الا لما نجربها على لعبه باتل رويال، لعبه فيها كلام، لعبه فيها كده ايه يعني الناس تبقى سامعاك، المفروض تسمع صوت اللعبه، تعرف اتجاهات الناس. فاكيد ما ينفعش اخلص الفيديو بتاعي غير لما العب ببجي. تعالوا كده نلعب جيم او اتنين كده ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. يا رجاله مايك مش شغال ولا ايه؟ فيرست بوينت فور ذا ريد تيم. طبش اقول اول موت يعني عادي ايز. لا 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 استنى استنى اسخن بس هيجي هنا. Expired. ايوه cover me. حد بيضرب عليا. Enemy down. لا لا اعمى اعمى والله اعمى والله اعمى. ايه مش شغال انا ولا ايه؟ انا داخل اتحط عليا، بس المهم ان انا سامع، انا قادر احدد الاتجاهات يعني وكده. والله اني جامد. ايه ده ايه ده ما ماتش ازاي؟ بس ما قلت ادب بقى قلت ادب بقى. ها ليه ما وسعتش يا بارد؟ اللي بيلعب معايا ده غريب.
يا اسطى ركز يا اسطى. تحدى ورايا السماعة. لا 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 يا بارد يا بارد. انا خلاص يعني انا فقدت الامل ان احنا نكسب، بس يعني ايه هعمل عليا. No mercy. Reloading. خنزير يا خنزير يا اللي مستخبى. Nice shot. No mercy. مش محترمين ولا. The blue team is unstoppable. ما عرفوا مكاني غالبا. لا مش غالبا، هو اكيد. Killing spree for the blue team. Killed. لا 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 لا، مش انا اللي اخسر، مش انا اللي اخسر، ده انا ستريمر يلا. Cover me. Half of the match is over. And the red team is in the lead. ما غالبا ايه ده ايه ده، طلعت خلصت. اوه بس ماشي، انا كده طلعت كانت خلصانه يعني. عيب لما كده. Clear. Reloading. يلا هم غالبا فقد الامل فطلعوا. No mercy. Cover me. Killing spree for the blue team. هيجي يفجرني هيجي يفجرني هيجي يفجرني. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Expired. يلا بينا. كانوا كسبانين والله، اغبياء طلعوا من الجيم. Killed. Expired. Cover me. Reloading. Blue team victory. عاش. قتل 28 واحد. اعمل اكتر من كده، انا اعمل اكتر من كده عشان نكسب. 28 واحد حلو كفايه. المهم يعني صوت السماعه حلو عيطكم، دي اهم حاجه. تعالوا بقى نشوف نظام السماعه دي مع التليفون. هل معنى انها يو اس بي انها ما تشتغلش على التليفون؟ لا طبعا، ممكن تشتغل على التليفون بكل بساطه بقطعه صغيره جدا، والقطعه دي هي يو اس بي كنترولر. هو ده شكلها بالظبط. بصوا بقى عشان خاطر تبقوا عارفين، مش كل القطعه بتشتغل، فلازم تتاكد ان القطعه اللي انت هتشتريها هتشتغل. تاخد معاك السماعه وتجرب السماعه هناك. هو ده شكل القطعه، تعالوا كده اوريه لكم. ده شكل القطعه. طبعا انا جايبها مايكرو يو اس بي عشان خاطر تشتغل على التليفون بتاعي، اللي انا قلت لكم هجرب عليه. بكل بساطه هتركب القطعه دي هنا يو اس بي. طيب ايه، هتقوم مركبها في الحته دي كده، بقى ده شكلها. تقوم راكبه هنا. تعالوا اوريكم بس شكل السماعه. تعالوا نلبس السماعه كده. نلبس السماعه. طبعا السماعه مش منوره خالص، احنا لسه ما وصلناهاش. بصوا بقى، بصوا كده وانا بشغلها. اي بس شكرا. بص شايفين، انا كده افك لكم السماعه. شايفين الاضاءه اشتغلت. تعالوا بقى نشوفوا هل الصوت هيشتغل ولا لا. تعالوا نجرب. بسم الله. وصل البتاع، شغل الدنيا كده. انا جاهز، امسكوا التليفون افتحوا ببجي. طب يا جماعه، نظرا النت الوحش جدا، الواي فاي وحش جدا في الاستوديو فوق، فقررت ان انا اغير المكان يعني عشان خاطر اعرف العب اي حاجه. تعالوا بقى نجرب السماعه ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. انتوا المفروض كده سامعني، المفروض سامعني تمام، سامعني ولا ايه؟ يلا بينا دلوقتي. ايه بقى عايزين نضرب الناس اللي هناك دي. نضرب يا نوب يا نوب. اخره البوت اللي يلعب، اللي كان بيلعب بالتليفون الكمبيوتر ويروح للتليفون. بجد والله هو النت وحش ولا ايه بالظبط، ولا التليفون هو انت مش شغال ليه يا بيه؟ بس والله كويس انه مستحمل يعني. البنج وحش قوي يا حي، ده انا عمال اموت. بس انا جاي هنا بس اللعبه عشان خاطر اموت، عشان اتهان. الله اول كل، الله كلايه كلايه يا جدع. حلو كيف في ناس. ده ايه ده؟ ده بنج ليفل الوحش ده. البنج عندي يا نهار اسود، البنج عندي 400 او نزل اهو. خاف مني خاف مني. الله علي الله، والله العظيم انا جامد يا ابني.
اي والله انتوا مش محترمين يا جماعة، ما لعبتش بالتليفون ده بقالي سنين. ليه 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 تضربني يعني؟ يعني شكلي وحش يعني في الفيديو عشان خاطر حضرتك يعني ولا ايه؟ ده انا شايف حاجات غريبة يا بيه. اضرب 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 اضرب. طلع في ايه؟ انا مش عارف في ايه الصراحة، انا مش عارف في ايه. يا الله، هما وقفوا خالص ولا ايه يعني؟ ده حاجة ايه؟ مش عارف، هي اما انا بتحجج اما لا 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 مش هتحجج، مفيش حجج يا ابن ال... لا لا انا بشوف حاجة غريبة بجد. ايه ده؟ نزلت تحت عشان البنج؟ الحمد لله البنج ضايع خالص. شكرا، احلى جيم في... لعبته في حياتي والله العظيم. ايه العظمة دي؟ انا مت غالبا. ايه ده ما متش؟ واو، في واحد بيلعب. هو احنا بنكسب يعني، بنكسب بس مش انا اللي مكسبه تمام يعني، اي حاجة غير ان انا مكسب. انا مخسرهم اصلا يعني. بس ساعتها دي، بس ساعتها نام بقى. ايه ده كده كده بالزحلق. واو ده بينج ليفل الوحش. شكرا شكرا جزيلا. عايزين نكسب بقى قبل ما الكاميرا تفصل. يا نهار اسود يا نهار اسود. هي هي الفيديو ده مشوم، ما تعرفش ليه يعني. سميه الفيديو المشوم. حلو قوي، عظيم. يلا رجاله اكسبوا 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 من غيري. مش عايز بص على صدقته ولا ايه؟ صدقته ولا ولا ايه؟ لعب مع حد ولا ايه؟ انا اللي هكسبك. بص يا الله عاش، مش انا اللي كسبتهم. يلا الحلو، المهم ان احنا كسبنا. يلا المهم ان احنا كسبنا. حلو شكرا. نجروا بقى بسرعة عشان خاطر الكاميرا. سلام يا رجالة، ارجعوا بقى للستوديو بتاعنا. لو حابين بقى تعرفوا رأيي في النهاية كده عن السماعة، فالصراحة السماعة دي بتديك تجربة فريدة من نوعها، مش هتشوفها في سماعات كتير، ودي حاجة الصراحة يعني فرحتني وحسستني ان انا ما رميتش فلوسي في الارض يعني، ما جبتش اي سماعة يعني. يعني مثلا انا استخدمت سماعات كتير، استخدمت نيكوما كي 5 برو، استخدمت ريد دراجون زوز 2 اتش 510. حسيت ان انا لما اجيب سماعة يعني ب 400 جنيه يعني ايه الحاجة المميزة اللي اخدها؟ لقيت حاجات مميزة كتير، زي ما قلت لكم الفايبريشنز، زي ما قلت لكم السلك اللي ما فيهوش اي حاجة، الراحة وانت بتستخدم السماعة، شكل السماعة والار جي بي، ان دي يعتبر اول مره استخدم سماعه فيها ار جي بي من الجنب. فباختصار كده السماعه بتديك تجربه فريده من نوعها. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. طبعا مش هقول لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والكلام ده، عشان تعال لي بقى، تعال لي قرب كده. ايوه قرب قرب، تعال لي بقى. بص بقى يا معلم، عندنا جيف اواي. السماعه دي انا مش جايبها طبعا ليا انا، انا جايبها لكم انتوا. طبعا الكلام ده بمناسبه ال1000 سبسكرايبر، وبمناسبه ان قناتي الحمد لله اتفعلت. فا ايه يعني الشروط؟ عايزنا بقى ايه؟ نطير وبقى ونعملوا سبسكرايب هنا ونعملوا لك فولو هناك والكلام ده؟ لا لا لا، بص يا معلم انا مش بحب الشروط الكتير وجع الدماغ. شروطي بسيطه جدا، مجرد بس ان انت تبقى عامل سبسكرايب للقناه وتخش تعمل لي كومنت على الفيديو ده، تعليق بس على الفيديو ده، سواء تعليق حلو او وحش هدخلك معايا في الجيف اواي. انت عايز السماعه، قول مثلا اي حاجه يعني، اي حاجه بقى تخش في خيالك كده ممكن تكتبها لي في الكومنتات. هاخد كل الاسماء اللي موجوده عندي في الكومنتات واحطهم في برنامج بيختار اختيار عشوائي، يختار لي شخص، والشخص ده يخش في الكومنتات واقول له ان هو كسب. خلي بالكم بس يا جماعه، عشان خاطر برده يعني ايه، الناس تبقى ترد عليا على السريع كده في خلال يومين. لو هو ما ردش عليا يعني، لو بعت له النهارده مثلا استنى يومين، لو بعد اليومين دول ما ردش عليا هشوف حد تاني برضه، عشان حرام ان الناس التانيه كده ايه ما تستفدش بالجيف اواي طالما هو مش عايزها او ما ردش. تمام، دي اول حاجه. ثاني حاجه، لو طلعت مش عامل سبسكرايب انا هبص عليك يعني. لو طلعت انت مش عامل سبسكرايب وعامل لي كومنت يعني، اعرف ان انت حرفيا انا مش هخش اقول لك انت مش عامل سبسكرايب على طول، هشوف حد غيرك. في ناس تانيه اولى، في ناس تانيه عامل سبسكرايب ومحترمين. اولى كلكم محترمين يعني، مش قصدي حاجه.
بس عارف ان في ناس هتخش تقول لي انت بتشتم، انا ما بشتمش بقولش حاجه، الناس كلها محترمه، بس يعني ايه لازم تبقوا عارفين ان الجيف اواي دي للناس المشتركين في القناه. طبعا زي ما قلنا قبل كده الجيف اواي هتبقى للناس اللي في مصر بس، فانت لو من بره مصر وشاركت في الجيف اواي على راسي طبعا يعني كل دول العالم، بس لو انت كسبت الجيف اواي انت هتخليني ابعتها لاي حد في مصر، بعتها له بقى اديتها له لله، يعني شوف انت بقى انت ممكن تعمل ايه. فانت ممكن برضو تقدم في الجيف اواي وتبيعها لحد السماعه ب 400 جنيه يعني مش رخيصه. مستنيكم في الجيف اواي وعايز اشوف ابن المحظوظه اللي هيكسب السماعه ده. مش محمد، لا مش محمد بتاع الفيديو اللي فات، لا ما تلوش. المسابقه هتكون شريفه مش حاجه، السماعه بجد انا شاريها لكم. اول ما وصلت 1000 مشترك رحت اشتريت السماعه، حكيت لكم القصه دي قبل كده بقى، تعبتوا اكيد، تعبتوا مني يعني، تعبتوا من القصه يعني مش هقولها تاني. المهم بقى كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا الحمد لله، اخيرا خلصنا الفيديو بتاعنا. مش عارف الفيديو كده هيقعد قد ايه، ده الفيديو شكله طويل قوي. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفني، ولو في اي معلومه جديده عن السماعه هسيبها لكم في اول كومنت عندي في الفيديو. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم. يا محمد زي ما اتفقنا بقى اديك السماعه وبعد كده ترجعها لي. لسه على اتفقنا حبيبي. يا ابني انت بتصدق كلام الفيديوهات ده؟ ده كلام عظيم. سمع ليك على طول. بس ترجعها لي اوعى تغدى حبيبي. مع السلامه حبيبي، مع السلامه.